السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض احلى كيكة شوكولاتة. بصوص الشوكولاتة هتعجبكم قوي وسهلة جدا، ومكوناتها موجودة في كل بيت، وهتقومي تعملها باذن الله دلوقتي حالا. هقول لكم على المكونات كده سريعا، المكونات كمان سهلة قوي وتتحفظ مش هتتكتب. معايا كوباية من السكر، كوباية من الحليب، كوباية من الزيت، كوباية من الدقيق. شفتوا سهلة خالص ازاي؟ كلها موحدة. عندي هنا بيضتين، ومعايا هنا 3 معالق كبار او 4، انا حاطه 4 معالق كبار من الكاكاو الخام عشان تبقى كده مليانه صوص شوكولاته وجميله كده ومغذيه. ومعايا بيكنج بودر وفانيليا بس كده. واكتر حاجه سهله فيها هنعملها في الخلاط، لا مضرب ولا اي حاجه ثانيه. بصوا بقى، هجيب عند الخلاط، هستبعد بس المكونات دي دلوقتي، هضيف فيه الزيت، كوبايه الزيت، كوبايه الحليب، كوبايه السكر، والكاكاو الخام. ولو عندك نسكافيه ضيفيه، بيبقى طعمه جميل قوي. انا ساعات كتير بحطه بس انا مش متوفر عندي دلوقتي. تمام، الاولاد بيحبوا الكيكه دي قوي، وبتبقى سهله وسريعه، وبيطلبوها وقت ما يطلبوها تقومي تعمليها على طول. هخلط بقى المكونات دي في الخلاط ونرجع مع بعض تاني. كده ده القوام بعد ما خلطته، طبعا هو تقيل من دلوقتي. هجيب عندي كوبايه، بنفس الكوبايه اللي احنا استخدمناها، واشيل منها كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، الصوص اصلا تقيل من دلوقتي. شلت كوبايه كده من الخليط ده، هحطه في الثلاجه. بقيه الخليط هضيف عندي البيضتين، بسم الله، وهضيف الفانيليا، باكت من الفانيليا، لو عندك فانيليا سايله بودر اللي تحطيه. بصوا كمان يعني بيضتين بس اتنين، وهضربهم. اخر حاجه بقى هضيف عندي كوبايه الدقيق والبيكنج بودر. لازم انزل الدقيق وهو منخول، بسم الله، فانا هنزله هنا كده في المنخل. والبيكنج باودر، خدي معلقه كبيره من البيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات، او ممكن انا بضيف الكيس كله لان الكيس اساسا مش كبير، فانا بضيفه كله. هضربهم بقى في الخلاط ضربه ونرجع مع بعض تاني. ده كده قوام الكيكه عندي. طبعا انا مشغله الفرن يا جماعه من اول ما بدات في عمل الكيكه. هجيب عندي بعد كده صينيه او بايركس، انا دهنته طبعا مسحه من السمنه، وبعد كده بطنته بالكاكاو لان احنا عاملين كيكه سمراء، فبطناها بالكاكاو، بلاش الدقيق عشان ما تبقاش بيضه في الارضيه من تحت. طبعا يا جماعه مساحه الصينيه ما تبقاش كبيره، يعني حاولي تبقى 20 اقصى حاجه 22. هو الباركس ده المساحه بتاعته من جوه مش كبيره، تمام، فانا بعملها فيه على طول. هنزل عندي هنا بالخليط، بسم الله، بس شايفين القوام بس كده. بحاول اهز الصينيه هزه بسيطه، بدخلها الفرن على درجه حراره 180 على الشبكه في النص، بولع من تحت. بس هتاخد بس معايا كده تلت ساعة، ونشوفها بعد كده، بنختبرها طبعا زي اي كيكة بالسكينة او بعود الخلة، وبعد كده لما تطلع نشوف هنعمل فيها ايه. الكيكة طبعا استوت معايا، واختبرتها هنا بعود الخلة، طلعت معايا نظيفة ومفيش اي حاجة كده، خلاص تمام. هقطعها الاول قبل ما احط هنا الصوص الشوكولاتة عشان كل قطعة معايا تبقى متشربة بيها كده. طبعا التقطيع اللي انت عايزاه، لو حطها في صينية مدورة هيطلع معاكي مثلثات، وكان عشان الصينية مربعة فتطلع معايا مربعات كده. وهنا معايا طبعا كوبايه صوص الشوكولاته اللي انا كنت عينها في الاول، هحطها وهي سخنه. الكيكه لسه طالعه سخنه، وده كده طالع بارد من الثلاجه، هفضيها كده كلها، مش هسيب فيها كده بقى ولا حته. الصوص الجميل ده الاولاد بيعشقوا الشوكولاته، بيعشقوا الكيكه ده جامد جدا. هحاول بقى اوزعها او اميل كده البايركس معايا يمين وشمال. دي بقى حلاوتها بتتاكل وهي بارده، انا بصراحه ما بحبهاش غير لما بتبرد، واحطها في الثلاجه تاكليها بتطلع معاكي احلى كيكه وسريعه جدا زي ما انتوا شفتوا، يعني هتقومي باذن الله تعمليها على طول. ممكن بقى تزوقيها بشوكولاته شيبس لو عندك، هتبقى غنيه وجميله، او مثلا جوز الهند. انا هزوق عندي كده بجوز الهند برضو، بيديها طعم جميل. هطلع لكم بقى قطعه كده، بس طبعا هي لما تبرد هتبقى احلى، من جوه طريه جدا وبتبقى قطنيه، وعلى الصوص الجميل ده. بتمنى تجربوها، ان شاء الله هتقومي تعمليها على طول. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.